اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من محكمه الاستئناف. المشكل اللي كاين اليوم هو مشكل ديال المخدرات اللي كتعاني منها الامهات مع وليداتهم. معنا الاخ رشيد. مرحبا اخويا رشيد. شكرا بزاف لهذا المنبر ديال شوف تي في اللي كيثير هذا الموضوع ديال المخدرات الاخوان، اللي احنا ما جيناش اليوم يوم الاحد من اجل ان نصوروا من اجله غير هكاك، وانما الخطر الكبير اللي ولا كيهدد الوليدات ديالنا والخوت ديالنا وابناء واحد العدد كبير من الامهات اللي الحمد لله كنلقاو بعدا اللي كتقبل مسكينه انها تصور. علاش؟ لان المعاناه ديالها كبرات لدرجه ما بقاتش قادره تصبر. فكاينين امهات كثار يعني كيعانيو بزاف، ولاو كيخافوا انهم يتكلموا هنا. يعني كتبان حتى الخطوره ديال التجار ديال المخدرات فين وصلات، حتى ولاو كيهددوا السلامه ديال الناس، ولاو المغاربه او اللي مدمنين الابناء ديالهم كيخافوا من هاد تجار المخدرات. معنا هاد السيده مسكينه اللي الابن ديالها كيعاني وكيعاني بزاف، وصراحه تنطنا لها بتاثر كبير، بغيناها توصل الميساج وحتى انتم تسمعوها الاخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. انا جيت اليوم سيدي باش نقول لكم مشكل اللي كنعاني منه انا وبزاف ديال الناس الامهات اللي بحالي. مشكل كبير هي ديال المخدرات، وكيمرضوا لنا ولادنا بهاد المخدرات، كنتعذبوا بزاف، وكندي ولادنا للسبيطار كينعسوا وكيبراو. فين المشكل؟ هي هاد الولاد ملي كيخرجوا كيرجعوا عاود لذاك الشيء، كيمشيو لذاك المخدرات كيتضرب لينا كل شيء بحال ما درنا والو، وكنعيشوا نفس القصه. ما حيلتنا لولادنا لذاك المخدرات، ما حيلتنا لذاك المشكل ديال السبيطار اللي ما كنلقاوش ولادنا ينعسوا، كيقولوا لنا ما كاينش الاماكن الاسره ديال المرضى السبيطار، ما كاينش اسره. كنبقاو في واحد الدوامه ما كنعرفوش نديرو، كنعيشوا ديما يعني بحال دابا انا كل عام كنعيش هذه القصه هذه. كيمرض ليا ولدي بهاد المخدرات، كيتيه، كنبقى تابعاه للمدن، كنجيب ولدي كيبقى شهرين ثلاث شهور، هاد المره الاخر اربع شهور هو في الشارع. عاد نعستو دابا المشكل، ها هو نعس ها هو خرج، ولكن انا ما عايشاش هانيه. انا كنتسنى عاوتاني يخرج ويدير داكشي حيت كيلقاو داكشي موجود. هادشي يعني بركه، خاص شي حل لهادشي هذا، حيت الشباب ديالنا كيضيع. ماشي انا كنهضر على ولدي، كنهضر على جميع الشباب اللي كيوقعوا ضحيه ديال هاد الادمان هذا وديال هاد المخدرات. والناس اللي كيبيعوا المخدرات راهما واخدين راحتهم وكيبيعوا على خاطرهم، ما عندهم سوق، هما كياخذوا الفلوس، ولادنا كيتدمروا. هاد الاولاد خصنا نقفوا معاهم ونقولوا بركه، هاد الاولاد راه كيضيعوا. ها الفانيد، ها بوفا، ها سيليسيون، بزاف هادشي بزاف اسيدي. وحنا الامهات راه كتبقاو العائلات ديال الاولاد هما الضحايا، الولد ضحيه وعائلته بكاملها كتبقى. انا خرجت اليوم ما كرهتش انا، وكاع الامهات راه غير ساكتين، كلشي باغي يهضر وكلشي فهاد العذاب هذا. دابا سيدي شنقول لك؟ ملي كتمشي للولد للسبيطار، المعاناه اللي كتعانيها معاه، فاش كيمرض الولد كيبقى يهرس لدارهم، كيبقى يبيع حوايجو، ما كتشوفش الراحه. كيبقى باغي الفلوس، مين تجيب له انت الفلوس؟ انت كيف ما قلتي لي قبيله بانك دايره عمليه ديال القلب، امس حاجه لدوك الفلوس. انا امس حاجه وكنعطي لولدي باش يشري الكارو، واش هذا؟ كنقول باش يسكت، ولكن هو راه ما كيبقاش قادو الكارو فاش كتجي ذاك الحاله. انا فاتحه على القلب، عندي اعاقه في رجليا، وكنبقى نجري باش نعسى في السبيطار، وكنعاني معاناه النيت باش نلقى داك البلاصه باش نعس ولدي. ولكن فاش كيخرج كيبقى واحد المده اربع شهور ثمان شهور عاوتاني كيلقى داك الشيء، كترجع نفس القصه نفس القصه. دابا هذا الشيء كنعانيه انا مده خمس سنين، هذه المره الخامسه اللي كنعس في مستشفى، ومستشفى كنلقاه في مشكل. منين والمشكل الكبير هي ملي كيخرج ولدي من المشكل من المستشفى كيقولوا لي لا كيتسالك قدا وقدا، وإلا ما خلصتش داك الفلوس كيقولوا لي ممنوع من دوك تحرم من هذه النقطة. بغيت نركز عليها بزاف، يتمنع حتى من داك الكونترول اللي كيمشي يديرو، نبقى نشرب أنا الدواء بطريقة عشوائية، أولا نمشي إلا عندي الفلوس راه نمشي للسبيطار الفلوس، ما عنديش راه يبقى ولدي يشرب الدواء بطريقة عشوائية تيطلع له في راسه ويحبس، حيت ما يلقاش حتى الطبيب اللي يساعده باش يقول ليه ويقنعه وداك الشيء ما كنبقاش نلقاه، كيمشي للمخدرات عاوتاني ونفس القصة كتعاود. انا وحده ماشي بزاف، الاف الالاف اللي قلت لكم راه كنتلاقى مع الناس، كنتلاقى مع الناس بزاف. دابا كنبقى معاهم على اتصال وعندي الهواتف ديالهم، كيعانيو بحالي مساكن كيعانيو. كاين اللي باه بصير ما كيشوفش، كاين اللي مو عندها السكر،
كاين اللي كيحرق ليهم الفراش، كاين اللي خواو دارهم، خواو دارهم ومشاو كراو. كاين المراه خوات دارهم مشات كرات باش خلاتوه واحد كتخاف منه. وهاد التجار هما عايشين راكبين في الكات كات، راه عايشين وليداتهم كيقراو في مدارس الفلوس والشباب كيدمر. شكرا بزاف. يعني صراحة هادشي كيأثر وكيأثر بزاف، وهاد السيدة كونوا على يقين بأنها ما قالت إلا القليل، والقليل من المعاناة ديال واحد العدد كبير من العائلات، عدد كبير من النساء اللي كيعانيوا ديال بصح واللي مساكن مضاربين مع القوت اليومي ديالهم، فما بالك أنهم يوفروا لوليداتهم حتى فلوس ديال المخدرات. حنا عندنا الآن واحد القضية اللي نتمناو أنها تكون عبرة وتكون نموذج ديال واحد تاجر ديال المخدرات اللي تم الاعتقال ديالو بمنطقة ديال درب السلطان، وتعرض امام انظار المحكمه الابتدائيه وتحكم 3 سنوات، ودابا حنا هو في الجنايات. السؤال اللي كنطرحه انا يعني كمنسق وطني للمنظمه المغربيه لحريه حقوق الانسان، هل يعقل ان تاجر ديال المخدرات كيقتل يوميا الابناء ديالنا وكيدمر عدد من العائلات وكيزيد يفقر وكيتسبب في عدد كبير من المشاكل كيعانيوا منها حتى رجال الامن وجرائم كبيره كترتكب في بلادنا انه يتحكم 3 سنوات؟ والله العظيم الى يحز في القلب مثل هذه الاحكام اللي كنسمعوها في حق اناس اجرموا في حق الوطن واجرموا في حق المجتمع. اللي فرط توضر بعدا من جهه السينما توضر كتبت الصباح عاد باش تجبد الملف. الحمد لله مني تجبد، فنتمنى ومني تجبد دابا الملف ان هذا السيد هذا يعني يلقى الجزاء اللي كيستحق باش يكون عبره لوحدين اخرين، لان هاد التجار المخدرات راه ولاو الناس كيخافوا انهم يصوروا ضدهم. هاد تجار المخدرات ولاو الناس كيخافوا يشهدوا في الكوميساريات وفي في المحكمه ضدهم. يعني شوفوا يعني السلطه ديال هاد الناس والصيت ديالهم فين وصل. فكنظن بان الدوله المغربيه اليوم قادره على انها تربي بحال هاد الناس هادو اللي سولت لهم النفس ديالهم انهم يسيئوا الوطن والمجتمع وانهم يقتلوا يوميا ابنائنا ووليداتنا بالبيع ديالهم لا القرقوبي ولا البوفا ولا يعني الحشيش ولا الكوكايين ولا بزاف ديال الحوايج اللي ربما ما كناش كنسمعوا عليها بالامس قريب، ولكن اليوم ولينا كنسمعوا عليها. هنا حنا امام قضيه كيف ما قلت لكم الاخوان، حنا كلنا غادي نتبعوها كراي وطني باش هذا السيد يكون عبره ان شاء الله لكل من سولت لو نفسه انه يقتل وليدات الناس بهذا السموم اللي كيروجوا اليوم بمدينه الدار البيضاء وغيرها من المدن. معايا الاخ الشرفي ودائما اتشرف بوجود هذا الاخ هذا حتى هو. تفضل خويا الشرفي. تحياتي لك استاذ. ما عندي غادي نقول لك انا، نحن كمنظمه وطنيه للحقوق والحريات وكمواطنين اولا وقبل كل شيء، الخلفيه ديالنا محكمه السناف. حنا ما جايينش اليوم باش نضغطوا على القضاء او ننبهوا المحكمه. المحكمة ما كتنبهش إلا بمؤسسة قضائية مختصة. حنا غير جينا باش نطعموا المحكمة ونطلبوا المحكمة ونزودوا المحكمة بمعطيات غابت على المحاضر ديال الضابطة القضائية. الضابطة القضائية المحاضر ديالها اكتفت على أن هذا السيد كيروج المخدرات وصادر في حقه عدة مذكرات بحث وطنية، ولكن الضابطة القضائية ما انتقلتش للمستشفيات. الضابطة القضائية ما شافتش الناس اللي خرج عليهم هذا البارون. الضابطة القضائية ما مشاتش للمستشفيات ديال الرازي اللي برشيد اللي في سيدي حجاج واد حصار اللي هنا في المستشفى الاستشفائي الجامعي ابن رشد الحماقو. الناس اللي تسطاو واللي حماقوا. الضابطة القضائية ما داش واحد، حنا كنثيقوا في المؤسسة الأمنية كما قلنا سابقا وكنثيقوا في المؤسسة القضائية، ولكن الضابطة القضائية ما داش واحد الجرد ديال عدد الأشخاص اللي حماقوا واللي تسطاو نتيجة ديال كيتعاطاو لهذا السموم. هذا أنا لا ماشي كنصيبه هو، كيفاش التقييم ديالو، كيفاش الضابطة القضائية كيفات المحاضر على أنه تاجر ديال المخدرات. هذا ليس بتاجر المخدرات ولا يجب أن يصنف كتاجر للمخدرات، هذا مروج للسموم. فكيف نصنف القتلة كتجار للمخدرات؟ واش المختبر ما خدامش؟ واش المختبر ما كيمدش يد العون او يد المساعده؟ المختبر الوطني ما كيمدش يد العون والمساعده لرجال الامن؟ واش رجال الامن ملي كيضبطوا البوفه او كيضبطوا المعجون او كيضبطوا ماء الحياه او حتى الحشيش، علاش ما يدوش المختبر يديروا ليه التحليل ويعرفوا المكونات ديال داك الشيء؟ وحصلت حالات وفيات بسبب طبيعه الحال.
خطير. اذا فهو مني بشهاده قال لك مشى للمختبر، قال لك استاذ راه مشى للمختبر، اذا فهذا يجب ان يعاقب او يحاكم كمروج للسموم وكقاتل. كقاتل لا يجب ان يصنف كتاجر للمخدرات. اسمح لي، نحن كنافذه عفوا كمنظمه حقوقيه كنثيق في المؤسسه القضائيه ونطالب له باقصى العقوبات باش يكون عبره، لان دابا هذا يعمل على تزويد. حنا كان عندنا لقاء مع مجموعه ديال تجار المخدرات اللي كانوا خرجوا وغادروا المؤسسات السجنيه، قال لك حنا كان كيزودنا هذا البارون بالمخدرات، كيزودنا المخدرات بجميع الاصناف ديالها. ها هو دابا عطاو 3 سنوات في الابتدائي، في الاستئناف جابوا الملف توضر، شحال عاد باش الملف عاود حيا، ربما نهار الاربعاء عنده الجلسه الثانيه. اذا مني غادي يخرج؟ حنا ما عرفناش، حنا ماشي محكمه، القضاء اللي غيثبت في الملف ديالو. مني غادي يخرج؟ واش غادي يتردع ولا غيولي عندنا حميدو الديب عاوتاني ولا غيولي عندنا منير الرماش؟ هذا بارون على مستوى الجهه، على مستوى الجهه الدار البيضاء سطات، هذا بارون على مستوى الجهه الدار البيضاء سطات، كيزود درب السلطان، كيزود. ونقطه واحده اخرى، راه لي كونسوماتور المدمنين المخدرات راه كانوا كيجوا من سيدي مومن، كيجوا من عين حروده، كيطلعوا للجهه بطومه حيمونه رشيد، كلهم كانوا يحجون صوب منطقه درب السلطان ليقتنوا من عنده المخدرات، ماشي من عنده، وما كانش كيتلاقى معهم، هو عنده مجموعه ديال المروجين كان كيجي كيوزع عليهم. عندنا مجموعه ديال التقارير قمنا بها، لان نحن كمواطنين مدنيين اصحاب حقوق مدنيه كيسهل كي 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 علينا باش نساهروا وسط المجتمع، وكيسهل علينا باش نوصلوا للمعلومه. يعني ملي كتدخل لواحد المقهى مثلا فيها يعني لي كونسوماتور ديال المخدرات، الى دخل رجل الامن او رجل سلطه كلشي كيتكلم معاه بنوع من التحفظ، او واخا يكون غير سيفيل داخل كيتحفظوا، ولكن انا كمواطن مدني كنسولو كيتكلم معايا بطلاقه، انا خديت عند فلان، خديت عند فلان، خديت عند علان، شريت عند هذا، وسنعمل على جرد لائحه ديال تجار المخدرات. راه باقيين دابا جوج البارونات في درب السلطان حاليا دابا بدون ذكر الاسماء ديالهم، وغادي يجي ان شاء الله الاسماء ديالهم في اللائحه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نبداوها من بير جديد، وغادي نساليوها ان شاء الله الرحمن الرحيم في حدود ديال بوزنيقه. كاع تجار المخدرات بالاسماء ديالهم وبالعناوين ديالهم، احب من احب وكره من كره، كاع تجار المخدرات بالاسماء ديالهم وبالعناوين ديالهم والنوع ديال المخدر اللي كيبيعوا، وحتى شانطيو من ذاك المخدر اللي كيبيعوا، غيتوثق وغيتصور، وغادي تمشي نسخه للولايه ديال الجهه، ونسخه غتمشي للديوان الملكي، ونسخه للمديريه العامه للامن الوطني، ونسخه الاداره المركزيه للدرك الملكي، ونسخه لوزاره الداخليه، باش نوضعوا حد لهذا الشيء، لان هذا النزيف راه خطير بزاف. دابا حنا على 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 بدايه الموسم الدراسي، واش كتعرفوا انواع المخدرات ديال الهلوسه اللي ولات كتباع بالمحوط المدارس، والضغط اللي على الشرطه المدرسيه؟ ما كيعرفوش هادو الناس ديال البارونات، لا عندهم ولاداتهم كيقراو بالفلوس ومترافعين على هادشي. ملي كتشوفوا هو كتشوف ولاداتو غاديين في الزنقه كتقول لا هذا راه دكتور، ولا وهو عباره عن بارون كيتهلف ولادو، كيتهلف المحيط ديالو، وكيفسد ابناء المواطنين. ونقطة واحدة أخرى غادي نقولها، وشرت لها في الفيديو السابق مع شوف تيفي، نحن لا نحمل المسؤولية للجهاز الأمني حاليا، أنا الجهاز الأمني لا أحمله المسؤولية، ولا أحمل المسؤولية للقضاء، أنا أحمل المسؤولية لجميع المؤسسات بدون استثناء. راه مني كنشوف المؤسسات متقاعسة، المؤسسات ما دارتش الدور ديالها، أي مؤسسة ما كاينش، ولو 5% ما كايناش. انا جاي الدور ديال الاسره، انا جاي الدور ديال الاسره استاذ، حنا كنشوفوا المؤسسه استاذ اللي عندها البيجي، اللي عندها الفلوس، اللي عندها الدعم، المؤسسات اللي كتاخذ من مال دافع الضرائب ملايير السنتيمات باش دير برامج ديال 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 التاهيل، برامج ديال التوعيه، هذا الشيء ما كاينش. حنا كنشوفوا مجموعه ديال دور شباب مسدوده، كنشوفوا مجموعه ديال الاسواق النموذجيه اللي تخسرت على ملايير السنتيمات وتقفلت السدات، ورجعوا دوك المعاجئين خرجوا الزنقه. كنشوفوا الدور ديال وزاره الاسره والتضامن، كنشوفوا الدور ديال البرلمان الطفل كما قلت ديك خطره، كنشوفوا الدور ديال المجالس المنتخبه، شنو حقات العمده ديال الدار البيضاء والعمده السابقه ولا كاع المجالس السابقه، الدور ديال الناس اللي كيترافعوا اللي كيجيو كيتحكموا في ميزانيه ضخمه، الدور ديال مؤسسه محمد السادس لاعاده الادماج. واش كتصحابوا استاذ اعاده الادماج كتكون داخل اسوار السجن؟ راه ما كتكونش داخل اسوار السجن، اعاده الادماج داخل اسوار السجن على ما عشنا وعلى ما شفنا وعلى ما قالوا لنا وعلى ما راه كتدخل غير السيلون كيسدوا لك، كتكون داخل عا مجرم صغير، كتخرج اكثر اجراما لماذا؟
لانك تلتقي مع هذاك قاتل الروح، هذاك قاتل الباه، هذاك قاتل هذاك 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 هذاك، وهما كيبداو يقولوا لك، هما دوك السجناء كيبداو يقول لك علاش جابوك؟ جابوني على هذه وهذه، كيقول لك هذه تاخذ القد وقد، او هما كيقرروك شنو تقول قدام القاضي. اعاده الادماج وتاهيل السجين كتكون خارج اسوار السجن، خاص تبنى مؤسسات تعليميه وتبنى باش ما يكونش الهدر المدرسي، لان كنلقاو مجموعه ديال الاماكن وخاصه الاستاذ بالاماكن المحيطه بالدار البيضاء كتكون انعدام، ما كاينينش المؤسسات التعليميه لا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي. كتلقى الطفل كيمشي كياخذ واحد المسافه طويله باش كيوصل للمؤسسه ديالو، واش راه عشناه؟ وكنعيشوا حاليا حنا بحي البركه، حي البركه عندنا في الاخر ديال منطقه اهل الغلام، تما كيمكن في عملات مقاطعه السيد البرنوصي في مؤسسه ديال ابتدائيه وحدها، ومع العلم على ان التلاميذ خاصهم يقطعوا السوق المتلاشيات وخاصهم يقطعوا كيلومترات باش يقراوا. هنا كنلقاو الدري كيعزف على المدرسه، كيكون هناك عزوف على المدرسه وكيكون هناك تسبب رئيسي في الهدر المدرسي. البارون ديال المخدرات ملي كيلقى هذه المؤسسات كلهم ما قايبينش بالدور ديالهم المانوط، راه كيلقى هذاك الوليد راه فريسه سهله كيشدو كيتربص به. عاد باش غادي نهضروا على الدور ديال السدود القضائيه، الدور ديال السدود القضائيه استاذ نحترم المؤسسه الامنيه، الدور السدود القضائيه خص يتم تطعيمها بالكلاب المدربه. الكلاب المدربه راه السد القضائي اللي كاين دابا راه لا فرق بينه هو بين السد القضائي اللي كان في الثمانينات، ولا فرق بينه وبين السد. حنا كنعرفوا ان المدير العام الوطني قطعات مراحل طويله باش تنهض بالمؤسسه، ولكن راه باقي سد قضائي شبه بدائي. راه فحال السد القضائي اللي كانوا فيه الجنود كما حنا كنطالبوا على انه يتم تطعيم السدود القضائيه بوسائل لوجستيكيه حديثه وبكلاب مدربه باش تحاول على ان كاع الشاحنات اللي كيدخلوا للدار البيضاء باش تحد من هذه الظاهره. لان ولينا كنعيشوا واحد الافه اللي هي افه كبيره. اختصار استاذ، نطلبوا من المؤسسه القضائيه هنا بمحكمه الاستئناف بمدينه الدار البيضاء ان تشدد العقوبات على هذا البارون اللي كيطعم هذا البارون السد اللي كيطعم او كيدعم الجهه ككل. هذا اللي ليس هو، نتكلم احنا على عائله التركه، عائله التركه. هذا البارون هذا اللي ملقب بالتركه، حنا ما نتكلموش على الا ما خداش اقصى العقوبات ديالو هذا البارون داخل امام حضره القضاء هنا بمحكمه السلف، انما غاديش هذا بحال هذه النوعيه غادي يولي احنا عندنا بارون صغير غيولي عندنا بارون كبير. غنشوفوا يعني حميدو الديب عاوتاني وغادي نعاودوا نشوفوا منير الرماش. وحنا كمنظمه وكمنسق وطني للمنظمه الوطنيه للحقوق والحريات كنموتوا على التراب ديال البلاد، احب من احب وكريها من كريه. استاذ ولي الحديث باقي وغادي نواكبوا ان شاء الله الملف نهار الاربعاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ضروري غادي نواكبوا هذا الملف على قبل كاع. شوف غادي نواكبوا هذا الملف غادي استاذ. الدور ديال الاسره وهو العمود الفقري في هذا الشيء كلشي. تمام الدور ديال الاسره، ولكن مني الاسره كتصلح والمؤسسات المنوطه ديالها باش تعاون، ما كاين حتى حاجه ما كاينه. المجتمع تضافر الجهود. تمام النقطه اللي غادي نزيد نكمل عليها انا ديال الاخ ديالنا الشرفي، هو يجب تضافر الجهود ديال جميع الجهات، لا المؤسسات التابعه للدوله ولا احنا يعني كمجتمع مدني ولا كحقوقيين ولا كمواطنين، كلنا اننا نشاركوا من اجل محاربه هذه الافه الخطيره اللي كتقتل وليداتنا يوميا. الرساله الاخيره اللي غادي نختم بها هو اننا كنتمناو اننا نسمعوا اقصى العقوبات، يعني اقصى العقوبات في حق هذا السيد هذا، ليكون عبره لكل من سولت له نفسه انه تكرفص على واحد عدد كبير من الامهات ويبكيهم ويشرد العائلات ويتسبب في عدد كبير من الجرائم المختلفه من بينها جرائم القتل. فهاد الناس كنسميو حنا بانهم كيديروا القتل العمد بهذاك البيع ديالهم لهذيك السموم، هما مشاركين في جرائم القتل بالعمد لانهم هما اللي كيعطيو ما يتسبب في جرائم القتل. شكرا لكم بزاف. شكرا.